اليوم موضوعي هو عن القانون والأخلاق. بصراحة هو موضوع مهم لكل الأشخاص. على الصوت. بداية نوضح مفهوم القانون، مفهوم الأخلاق، لنعرف ما يجمع بينهما والتفرقة بينهما. القانون هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع والذين يكونون ملزمين فيها وبالقوة إذا اقتضى الأمر. أما الأخلاق فهي تقويم السلوك الأخلاقي للأفراد داخل المجتمع، بحيث تكون مجموعة من القيم والمبادئ ترتقي بالمجتمع. الارتقاء هذا يكون من خلال أن الدولة تستقي القوانين والأنظمة من هذه المفاهيم الأخلاقية. فالعلاقة ما بين القانون والأخلاق هي علاقة أزلية، لأن كل منهما ينظم الآخر، والهدف منهما وضع ضوابط على السلوك الأخلاقي للأفراد. يقول الأستاذ ريبيير: القاعدة الأخلاقية دائما تحاول أن ترتدي صبغة الإلزامية. أما الأستاذ جوسوان فيقول أن القانون هو أخلاقي النزعة، فالتوافق يكون من خلال أن تكون القوانين المنظمة للسلوك هي قوانين تهدف إلى الرقي بالمجتمع وأخلاقه. ولكن في ظل الفوضى التي نعيشها، سواء في المنزل، في الشارع، في الجامعة، في العمل، هل المشكلة التي نواجهها هي مشكلة في الأخلاق العامة أم هي مشكلة في القانون نفسه؟ ماشي. إن المجتمع المحكوم على نحو جيد هو المجتمع الذي تكون قوانينه عادلة وأخلاقية، لأن الأخلاقية هي مثالية تهدف إلى الارتقاء بالمجتمع فقط. أما القانون فهو واقعي ونزع. فلتحقيق الممكن وليس المثالي يجب أن يكون هناك تنظيم قانوني. فمثلا المخالفة التي يوجبها المشرع على قطع الإشارة الحمراء أو مثلا التدخين في الأماكن العامة هي ليس الهدف منها الحد من حرية الأشخاص، وإنما هي هدف منها ضبط السلوك الأخلاقي للمجتمع وضمان لسلامة الأفراد. فيكون الهدف الارتقاء نحو الإنسانية، وكلما ارتقت الإنسانية في المجتمع كلما ضاقت الحلقة أو المسافة بين القانون والأخلاق، وتحولت القواعد الأخلاقية إلى قواعد قانونية ملزمة. فالقانون هو أداة السلطة. القانون هو أداة السلطة لضمان واستمرار المجتمع وتقدمه. أما الأخلاق فهي أداة المجتمع ذاته للارتقاء بالإنسان والاقتراب من المجتمع المثالي. إنما نجده بشكل ملموس في مجتمعاتنا وعلاقاتنا المتبادلة مع الأشخاص أن هناك ضعف في القوانين التي تنظم السلوك السلوك الأخلاقي في المجتمع. كيف يكون هذا الضعف؟ يكون لأن
تغيرت مفاهيم، أصبح الشخص المغتال هو شخص ذكي، الشخص الذي يؤذي الآخرين هو شخص يتحارب. تغيرت مفاهيم، أصبح هناك فجوة بالمفهوم الأخلاقي. الشخص الكاذب أصبح فهمي، أصبح الفساد في المؤسسات هو الأساس، والاستثناء أن يكون الشخص مزيح. تغيرت المفاهيم، وتغير المفاهيم أصبح يعني أو أشعرنا بعدم تمكن القانون من ضبط الأخلاق المجتمع. إذا كان القانون غير صالح فلا يجب الخروج عليه، ولكن يجب تغيير القانون ذاته. كيف الخروج؟ الخروج بأنه أصبح لكل منا عدالته الخاصة، كل منا نصب نفسه قاضيا وحمل سيفا وبدأ بتطبيق القانون من وجهته الشخصية. وأكبر مثال على ذلك العنف الجامعي. العنف الجامعي هو أداة يقوم بها الطالب للمحافظة على حقوقه لبعد القوانين الجامعية عن مفهوم الأخلاقي. يعني أنت تكاد لا تجد جامعة تنظم السلوك الأخلاقي للطلبة داخلها أو خارجها. خلينا نلخص الموضوع بالقانون بالأخلاق بخمس كلمات. يقول رب العزة إن الله يأمر بالعدل والإحسان، العدل والإحسان. فواجب الدولة بما أنها هي التي تمتلك السلطة إقامة العدل داخل المجتمع من خلال وضع قوانين أخلاقية لتنظيم السلوك الأفراد. هاي هي واجب الأفراد، عفوا واجب الدولة. أما واجبنا نحن الأفراد احترام القانون. واجبنا نحن الأفراد هو إنه نحاول تمسك بأدنى المفاهيم الأخلاقية، بحيث مثلاً تمسكك في وجه أخيك صدقة. هذا مفهوم أخلاقي عظيم، لو أي شخص فينا تمسك فيه مثلاً بس بهذا المفهوم راح تلاقي إنه هناك راح يكون في تغيير، بالتأكيد راح يكون في تغيير. نهاية كان يعني كان لسه في حكي يقول جوسان شيئان لا يبلغان الأوراق الكاملة. يقول كانت شيئان لا يبلغان الآن قبلي بالأجاب ويزداد فكري تعلقا بهما، السماء الموسعة والوجود فوق رأسي والقانون الأخلاقي في داخلي. شكرا لكم الإنصات.